هذا وتمكنت المملكة العربية السعودية من إنجاح موسم الحج بتميز منقطع النظير كعادتها السنوية، وذلك بفضل توجيهات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتكاتف جهود الجهات العاملة في موسم الحج. التقرير التالي يستعرض أرقام موسم حج عام 1439 هجرية. هب الضياء لنجدة الظلماء، لما بدا الكون بثوب شقاء، فإذا بمكة أشرقت بصباحها، وإذا به يتلو نذور ولائي، أدنو من البيت العتيق كأنني صب كثير رام يوم لقائي، وأطوف ألثم دفء روحانية تغشى الحشا تغشى الحشا تغشى الحشا تحذيه طيب صفائي.